بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أحببت اليوم أن أنقل إليكم دراسة على موقع سكاي نيوز، يعني هي غريبة جدا، ولكن إذا تأملنا هذه الدراسة نلاحظ تطابقا كاملا بينها وبين القرآن الكريم فيما يتعلق بهذا الموضوع. الدراسة تؤكد المخاطر الكبيرة للسخرية والاستهزاء بالآخرين، وأن الأضرار لا تقتصر على المستهزأ به، بل الذي عود نفسه على السخرية والاستهزاء يتضرر كذلك، حيث لا تزال السخرية سلوكا شائعا في كثير من الأوساط. ونبه الباحثون في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن النيل من الآخرين أو الاستخفاف بهم أو إتيان أفعال غير لائقة باتت أمورا منتشرة في المجالات الرياضية في الولايات المتحدة. وأوضح إليكس دياموند أستاذ الطب الرياضي أن السخرية من الآخر في حد ذاتها ليست اضطرابا في الصحة العقلية، لكنها تترك آثارا جلية على الصحة العقلية. ونبهت الدراسة إلى أن الآثار النفسية السلبية للاستهزاء مثل المشكلات الجنسية وعدم احترام الذات وصعوبة إقامة علاقات مع الآخرين يمكن أن تؤدي أيضا إلى الاكتئاب والقلق. إذن أيها الأحبة، من الآخر كما يقال، السخرية ضارة بمن يستهزئ وبمن يستهزأ به. ماذا وجهنا القرآن قبل 14 قرنا؟ قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بالله عليكم، هل يوجد أروع من هذا الكلام العلمي والمنطقي والذي جاء لمصلحتك أيها الإنسان؟ فلماذا، يعني أنا أخاطب دعاة العلمانية والإلحاد، لماذا تستبدلون تعاليم القرآن بتعاليم بشرية تخضع للخطأ والصواب، إذا كانت تعاليم القرآن تطابق العلم الحديث؟ لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام.